هذه الضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية عفوا يؤكد مراقبون أنها باتت تؤثر على مسار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بين الدوحة والقاهرة. مصادر إسرائيلية أكدت أن الوسطاء الدوليين قدموا مقترحا جديدا وافقت عليه إسرائيل، بينما يبقى بانتظار موافقة حركة حماس التي بدأ مكتبها السياسي بدراسته. المقترح الجديد بحسب الصحافة الإسرائيلية كشف عن تقديم تنازلات كبيرة من حكومة تل أبيب على أمل أن يتم الدفع قدما باتفاقية تفرج عن المحتجزين، خاصة وأن المبادرة الأخيرة تضمنت هامش مناورة جيد فيما يتعلق بإعادة النازحين إلى الشمال ضمن الصلاحيات الممنوحة لفريق التفاوض. كل هذا وسط تفاؤل دولي بأن التعديلات الطارئة على المقترح الجديد قد تحظى بموافقة حركة حماس كبادرة لقرب التوصل لصفقة تبادل تنهي الحرب، بينما رأى مراقبون أن أي مقترح لا يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار لا يجد حيزا للتطبيق على الأرض، نظرا إلى أن هذا يأتي على رأس قائمة المطالب التي تشترطها حركة حماس للانخراط بالاتفاق. سيد سادلر، التحركات الفرنسية الأخيرة يعني كيف تقرأها؟ هل هنالك تغير في موقف باريس المؤيد نوعا ما لإسرائيل لجهة لعب دور وسطي الآن؟ نعم، رأيت ذلك، وأعتقد أن هذه ليست أول مرة تحاول فرنسا وماكرون أن تؤدي دور وساطة إن كانت في أفريقيا أو في غزة، وهي محاولة من قبل باريس لمحاولة أن تؤدي دور إيجابي، ولكن تؤدي دور أكبر ربما عندما تكون لديها الفرصة. ولكن للأسف إدارة أو حكومة ماكرون تقدم طريقة واضحة وفعالة للمضي قدما وتؤكد ضمان أمن إسرائيل. اعذرني على المقاطعة، هل زيارة بلينكين لباريس في سبيل استثمار هذا الدور الوساطي الجديد لباريس ومحاولة يعني بلورته؟ ربما هذا جزء من هذه الزيارة، هناك قضايا أخرى بين واشنطن وباريس، ولكن ربما محاولة إيجاد وسيلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار دائم، وهذه نية الولايات المتحدة ربما هي قضية أساسية. لواء إبراهيم، هل سيكون لدول أو ربما جيوش عربية أي دور ضمن الخطة الأمريكية المقترحة؟ أعتقد أن جميع الدول العربية وعلى رأسها مصر رفضت هذا المقترح، خاصة أن إسرائيل تعرضت لدخول بعض القوات العربية لتأمين الجسر البحري اللي موجود في غزة لتأمين وصول المساعدات. أعتقد إن هذا الكلام رفضته معظم الدول العربية، ولا يتم هذا الموضوع إلا من خلال مجلس الأمن ومن خلال قرار أممي بوقف وقف إطلاق كامل لإطلاق النار، وقيام السلطة الفلسطينية للقيام بدورها الفاعل في قطاع غزة وإدارة القطاع كما كانت قبل أحداث سنة 2007 والانتخابات التشريعية اللي حصلت في هذا التوقيت. إنما الدول العربية بترفض تواجد أي قوات عربية لإدارة قطاع غزة أو للجزء الخاص بعملية توزيع المساعدات على الغزاويين في هذه المنطقة، خاصة في حالة عدم التوصل إلى وقف إطلاق كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج القطاع. طيب، في خبر ورد قبل قليل ضيوف الكرام ومشاهدين البنتاغون مقابل التسريبات الأمريكية، تقول قطر إن عودة النازحين هي العائق الرئيس أمام الهدنة في غزة. والنقطة الخلافية الثانية، تقول قطر إنها تتعلق بعدد الفلسطينيين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين الذين اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، لكن يعني في هذه النقطة تقول قطر يمكن حلها.
هل يعني نتوقع حلا قريبا سيد سادلر بناء على هذه التصريحات؟ لأن التصريحات تحمل في طياتها أيضا بعض التفاؤل. لا أتحلى بالتفاؤل أن كل ما يطرح فيما يتعلق بنقل النازحين من غزة أو عودتهم سيكون ممكنا بعد ربما فقط بعد أن تستسلم حماس، ومن الأسف هذه هي طبيعة الحرب، وإن العودة إلى السلام هي الدمار على حماس ووجودها في غزة، بعد ذلك كل شيء ممكن. لواء إبراهيم، كل هذه الخطط المستقبلية التي يتم الحديث عنها هنا وهناك على غزة وإدارة غزة وغير ذلك وما بعد الحرب في غزة، لماذا ترفض حماس أولا وجود قوات عربية أو دولية لمراقبة وقف إطلاق النار مثلا والإشراف على توزيع المساعدات برأيك؟ أعتقد أن حماس لازم تعمل لإيجاد دور لها في عملية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وده طلب من طلباتها، إنما أعتقد على أرض الواقع وحقيقة لا يتم هذا الموضوع إلا من خلال انخراط حماس من خلال منظمة التحرير الفلسطينية وإيجاد حكومة فلسطينية تكنوقراط تشمل جميع الفصائل، وانضمام حماس وجميع الفصائل المقاومة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العمل الجماعي المشترك لصالح القضية الفلسطينية برمتها وفي لصالح إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 7/4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريفة. غير كده حماس كانت بتحاول انها تجد لها دور من خلال قيامها باعمال المقاومه وما عملته من احداث في 7 اكتوبر. المجتمع الدولي والولايات المتحده الامريكيه واسرائيل لن تقبل بدور لحماس بعد وقف اطلاق النار والوصول الى هدنه مؤقتا او وقف اطلاق شامل في قطاع غزة. شكرا. من القاهرة اللواء أحمد إبراهيم كامل، نائب مدير المخابرات الحربية المصرية. الأسبق من واشنطن كان معنا برنت سادلر المسؤول السابق في البنتاغون.